يسعد صباحكم مشاهدي أورينت نيوز وين ما كنتوا داخل سوريا أو بالخارج السوري. أهلا وسهلا فيكم بجولة صباحية جديدة. صباح الخير هاني. صباح الخير فانيتا وصباح الخير لكل مشاهدين الأعزاء وين ما كنتوا. اليوم عنا فقرات منوعة. خلينا أول شيء نشوف العناوين. سعر طن الحطب يزداد 3 أضعاف عن العام الفائت ويتعدى حاجز 20,000 ليرة سورية. من مدينة إربد الأردنية فنانان سوريان يقيمان معرضاً للفن التشكيلي حكايا فيه الواقع بين الأمل والمعاناة. وفي فقرة حكوات الفن نتعرف على سيرة حياة الفنان السوري الراحل فهد بلان. وبمنوعاتنا لليوم رجل يلاعب دباً في أحد الأنهار الأمريكية. تفاصيل الطقس اكيد هلا بنشوفها مع فانيتا. فانيتا كانه الطقس بده يروح للتحسن ولا في لسه منخفض؟ طمنينا. مزبوط هاني، الطقس يعني عم بيستقر بنقدر نقول، درجة الحرارة يمكن عم تتحسن شوي، لكن هذا ما بيعني كمان مرة انه نحن ما ندير بالنا على حالنا، لأنه حالات المرض بهاي الفترة كثير عم تزداد. فعلا. فيروس الإنفلونزا كثير عم بيكون موجود وعم بتصير العدوى كثير يعني أسرع، بحالة إنه إحنا عم نكون داخل السيارة في يعني في دفى، ولكن أول ما نخرج من السيارة ما بنهتم إنه نغطي على تمنا حتى نكون. طب شو في نصائح تانية؟ قبل يومين كنت عم تحكي لي عن خلطة كثير مهمة. مزبوط، يعني أنا كثير وأنا واحدة من الناس هاني اللي بشرب زنجبيل الصبح إن كنت مريضة أو لا، لأنه زنجبيل والعسل كثير بيساعد، وهذا الشيء طبعاً هاي النصيحة كثير بعطيها للأشخاص اللي حوالي، وانت اعطيتك نصيحه الليمون المغلي، الليمون المغلي كثير بيساعد كمان. لكن هلا خلينا ننتقل هاني لحاله الطقس. اكيد في انحسار تدريجي للمنخفض وارتفاع ملموس على درجات الحراره، واجواء مشمسه مع عطله نهايه الاسبوع، تحذيرات من تشكل الضباب في المرتفعات. ايضا مشاهدينا في تفاصيل اكثر، تتاثر المناطق السوريه مشاهدينا بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شماليه غربيه في طبقات الجو العليا، حيث يطرا ارتفاع تدريجي على درجات الحراره لتصبح حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، أما ليلا يكون الجو مائلا للبرودة نسبيا، كما يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وبعض المرتفعات خلال الليل وساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، تتنشط أحيانا في المناطق الوسطى ومناطق الجزيرة، ويتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها مع نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، ويكون الجو دافئا نهارا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وكما قلنا مائلا للبرودة نسبيا بالليل. أما بالنسبة للبحر فيكون الموج هادئا، ونؤكد أن حالات عدم الاستقرار الجوي تأخذ طابع عدم الثبات والتغيرات الكبيرة بين التحديثات سلبا وإيجابا، لذا تابعونا باستمرار مشاهدينا لتكونوا على اطلاع بكل ما هو جديد. هلا أكيد ننصحكم دفوا حالكم منيح، دير بالكم على حالكم أكيد، وخلونا نشوف سوا درجات الحرارة في المدن السورية وعدد من العواصم العربية.
هي كانت حالة الطقس لليوم مشاهدينا، خلينا ننتقل لآخر أخبار المجتمع السوري. رح نبدا اول اخبارنا اليوم من ريف دمشق، حيث قال المركز الاعلامي في وادي بلدة في ريف دمشق ان النظام يسمح لاهالي الوادي من الموظفين والطلاب المسموح لهم بالدخول والخروج من المدينة أكيد هاني بإدخال 3 كيلوغرام من الأطعمة لكل شخص منهم، بالإضافة إلى 7 أرغفة خبز فقط، بينما يصادر عناصر الحجز الكميات الزائدة ويرمونها في الطريق. وأكد المركز عبر صفحته في فيسبوك استمرار حصار النظام مدن وقرى وادي بردة لليوم 95 على التوالي، وأوضح أن قوات النظام تواصل منع دخول المواد الغذائية والطبية وحليب الأطفال والمحروقات إلى المنطقة، مع استمرار الأفران في التوقف عن العمل بسبب انقطاع مادة الطحين. نحكي هلأ هاني عن الحملات اللي عم بتصير داخل سوريا وخارج سوريا لسوريا. نحكي عن مجموعة من ناشطي المجتمع المدني في سوريا، حملة بعنوان سوريا الحرة بكرة أحلى. هاي الحملة التي تدعو إلى إعادة الأمل بغد أفضل للسوريين، وفق ناشطين من الحملة، حيث تسعى للتعاون مع النشطاء المدنيين والحقوقيين في الداخل السوري للمشاركة في مظاهر النشاط السلمي الذي يهدف إلى دحر نظام الأسد وتنظيم الدولة. وتحضر شعارات الحملة حالياً في أكثر من مدينة سورية بشكل ملاحظ من خلال التصاميم الفنية التي نشرتها الحملة عن طريق بوسترات وألبسة وجرافيتي. نعم هاني، حيث تبنت شعار الحملة وهدفها مجموعات من الناشطين في حمص وحما وحلب وإدلب الخاضعة لسيطرة الثوار، وبادر فريق تحرر في الأتارب بريف حلب برفع شعارات الحملة متبنياً إياها بشكل تطوعي وفق ناشطي الحملة. يعني فينيتا في حدا بيمنع وبيعمل حصار وبيمنع دخول الأكل والطعام لأهالينا بالداخل السوري، وبالمقابل بالطرف الآخر هناك من يساعدهم ويقوم بحملات. ولسه رح نبقى بالشق الإنساني، حيث بادرت عدد من المنظمات الإنسانية الدولية لدعم دورات تدريبية تهدف لتهيئة كوادر طبية للعمل في مناطق سيطرة المعارضة السورية. مظبوط، وذلك لتعويض النقص الكبير في الكوادر الطبية. وتعد مدرسة التمريض التي افتتحت مؤخرا في ريف حلب إحدى أبرز هذه المبادرات. يشير أستاذ محمود كرمان وهو أحد أعضاء الهيئة التدريسية إلى أن الهدف من تأسيس المدرسة هو تأهيل وتدريب ممرضي الخبرة والطلاب الجدد لرفدهم بالمشافي والمستوصفات وتغطية النقص في أعداد الأطباء والمسعفين في المنطقة. ويوضح كرمان أن التدريس فيها يتم وفق منهاج مدروس وبحصص نظرية وعملية. لدينا كادر تدريسي مؤلف من 10 مدرسين للمواد النظرية و3 مدربين للمواد العملية التي تتم في المخبر وفي المستوصفات والنقاط الطبية المحيطة التي يتدربون فيها على حالات مرضية حقيقية. للأسف هاني الخبر الجاي هلأ أزعجني لما قرأته أنا صراحة، يعني لكن الله يكون بعون أهلنا في سوريا أكيد، وكمان السوريين اللاجئين اللي عم بيروحوا لأوروبا لبلدان الاغتراب. طبعا ارتفع عدد اللاجئين السوريين في أوروبا هذا العام 5 أضعاف العام الماضي. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين في أوروبا بلغ 681,713 سوري. وبحسب معطيات المفوضية فإن معظم السوريين الموجودين في البلدان الأوروبية يعيشون في صربيا، ويصل عددهم إلى 205,578 شخص، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية والتي بدورها تستضيف 153,000، فيما تحتل السويد المرتبة الثالثة ب 93,000 شخص.
صحيح هاني، ويتشير المعطيات إلى أن عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2011 بلغ 9506 أشخاص، وبلغ العدد طالبي اللجوء السوريين في أوروبا لغاية تشرين الأول الماضي حوالي 428735 شخص، وهم يشكلون نسبة 10% فقط ممن فروا من الحرب الدائرة في سوريا. حسمت الشرطة الصربية الجدل القائم حول جواز السفر السوري الذي وجد سليماً قرب جثة أحد الانتحاريين المفترضين ممن قالت السلطات الفرنسية أنهم شاركوا في اعتداءات باريس. نعم، فقد اعتقل الأمن في صربيا رجلاً يحمل جواز سفر سوري مطابق بجميع تفاصيله، لذلك الجواز مثير للجدل. ولم يختلف الجواز الذي كان بحوزة الرجل المقبوض عليه في صربيا عن الجواز الذي وجد في مسرح اعتداءات باريس سوى بالصورة فقط، وحمل نفس الاسم ونفس تاريخ الميلاد وفقاً لما ورد في صحيفة إنديبندنت البريطانية. نعم، وهذا ما يؤشر بوضوح لأن الجواز الذي تحدثت عنه السلطات الفرنسية مزور لتنسف بذلك فرضيات الأمن الفرنسي بهذا الشأن. قبل ما ننتقل للأخبار الاقتصادية، فعلاً جواز السفر هذا عمل أزمة كتير كبيرة طبعاً، وبالنهاية طلع مزور، كان متوقع أنه يكون مزور طبعاً. لأنه مبارح كان في خبر أنه في صحفي بريطاني عمل تجربة تجربة شو يعني التي في شو، التجربة كانت أنه هو راح اشترى جواز سفر سوري ب2000 دولار فبين للسلطات الأوروبية أنه في أنه يتزور الجواز السوري طبعاً. حالياً يعني. وبننتقل هلأ على الأخبار الاقتصادية مشاهدينا. أول خبر عنا لليوم أنه وصل سعر طن الحطب بين 20 ل 30 ألف ليرة سورية بزيادة ضعفين أو ثلاثة عن العام الفائت، وهو ما يعني تجارة مميزة لمحتكري الجبال، حيث سمح النظام السوري للمقربين منه بالاستيلاء إلى الأحراج وجمع أخشاب الأشجار لتحطيبها وجني مبالغ طائلة. نعم، وتحدث ناشطون عن حرائق عديدة متقاربة من حيث الشكل والمكان في كل من مناطق حما وطرطوس واللاذقية، ويعتقد أن حرائق الغابات تتم بفعل فاعل وهدفها التغطية على عمليات قطع أشجار ضخمة في المنطقة، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام مختلفة. ونقلت مصادر مطابقة من قرية مرمريتا بريف حمص أن الحرائق في أحراج المنطقة اقتربت من منازل السكان والتهمت أكثر من 200 كيلو متر مربع، فيما أتى 24 حريقا على مناطق واسعة من حرج طرطوس، و38 حريقا في ريف حما أتى على أكثر من 250 كيلو مترا مربعا في الأحراج الطبيعية. حمل وزير السياحة في حكومة النظام بشر يازجي رفع أسعار الخدمات في المطاعم بكافة فئاتها إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي. وقال يازجي لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن آخر رفع أسعار الخدمات في المطاعم صدر في شهر آب 2014، وتم رفع الأسعار بناء على سعر الدولار 170 ليرة آنذاك، لكن حجة الوزير هذه المرة تخالف ما صرح به مؤخراً حين صرح عن رفع الأسعار في المنشآت السياحية، وقال حينها أن التعديل المرتقب هدفه تحقيق التوازن بين المستثمر وأصحاب المنشآت بين المستهلك. وأفاد ناشطون أن النظام يحاول تحت ذراع عدة رفع أسعار المواد والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية لرفع معدلات الرسوم والضرائب عليها، محاولاً زيادة إيرادات خزينة الدولة وتمويل الحرب التي يشنها ضد الشعب السوري من 5 سنوات. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت ضربات جوية أدت إلى تدمير 116 شاحنة نفط تابعة لتنظيم الدولة، وذلك في مدينة البوكمال.
نعم، وذلك شرق محافظة دير الزور على الحدود مع العراق، حيث أكد متحدث باسم التحالف الدولي حسب وكالة فرانس بريس أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف شاحنات نفط عدة في غارة واحدة، موضحا أن الشاحنات كانت متوقفة وحاضرة لتزويدها بالنفط أو للانطلاق لبيع مخزونها. وأضاف بأن استهداف هذه الشاحنات يأتي في إطار استراتيجية لضرب قدرات التنظيم المالية، حيث أنه يعتمد في تمويله بشكل رئيسي على عائدات تجارة النفط بسيطرته على أبرز حقول دير الزور النفطية. كشف عميد كلية الطب بجامعة دمشق صلاح الشيخ أن نسبة الولادات انخفضت في المناطق السورية التابعة لسيطرة النظام، موضحا أن سوريا كانت تعد قبل الأزمة من الدول عالية الإنجاب بنصف مليون ولادة سنويا. صحيح هاني، وقدرت مصادر طبية أن عدد الولادات الآن انخفض إلى نحو 200 ألف طفل خلال العام الجاري، وبرز ناشطون انخفاض الولادات في سوريا إلى هذا الحد إضافة إلى استشهاد عشرات الآلاف من الشباب جراء الحرب التي يشنها نظام الأسد على شعبه منذ 5 سنوات، إضافة لهجرة الشباب الذين بلغوا سن الزواج إلى الخارج أو عزوفهم عن الزواج بسبب الظروف المالية الصعبة، مشيرين إلى أن من الطبيعي أن تنخفض نسبة الولادات في سوريا في كل مع كل هذه المتغيرات. مشاهدينا، رح نتوقف الآن مع آخر أسعار صرف العملات وأسعار الذهب مقابل الليرة السورية. يعني أكيد هاني، بعد هيك مجموعة من الأخبار المجتمع السوري والأخبار الاقتصادية لازم نصحصح شوي مع صح النوم براديو أوريان. تعرفي يا فينيتا، أنا دائما بنطر هاي الفقرة بصراحة من شان أسمع شوية فيروز الصباح، يعني دائما لما ننتقل على راديو أورينت يعني بسمعونا فيروز. مظبوط، الموسيقى اللي بحطوها بالراديو كتير حلوة، وأكيد الواحد بنعنش لما يسمع شوية موسيقى خصوصا فيروز الصبح. أكيد، وأكيد مع زملائنا يعني، أكيد مع عمر ولارا وحسني. واليوم أكيد حرام عمر لحاله بالراديو عمر، فبنصبح عليه بنقول له صباح الخير عمر. أنا برأيي يجي عمر لعنا. نحن حكايات جبال منا نغمات، ولو نحن حكايات جبال منا نغمات. صباحكم سعيد وصح النوم سوريا، وصباحكم سعيد هاني وفانيتا. وهيك مستمعينا انضمينا لجولة الصباح. صباح الخير لمشاهدين جولة الصباح ولمستمعين راديو أورينت. اليوم أنا لحالي، هاني وفانيتا إذا بتحبوا تشاركوني بالاستوديو أهلا وسهلا فيكم. اليوم حلقتنا راح تكون أخبار متنوعة، فإن شاء الله ما يكون في تقاطع بأخباري وأخباركم، بس أنا بحبشت كتير على الأخبار لنشوف شو راح يطلع في تقاطعات. على كل نحن اليوم برامجنا براديو أورينت بعد صح النوم سوريا عنا إعادة لأسبرين للزميل هادي أحمد، وبعدين عنا رمانا الهوى، وبعدين عنا نشرة الواحدة، وبعد الواحدة على الواحدة ونص في عنا نصية، وبعد نصية عنا إعادة زاوية حرجة.
أسبرين حلقة جديدة بتتابعوها بعد نشرة الثالثة يعني 3:30، وبعدين حكاية أهالينا. هلأ 6:30 عنا تي تايم شو، وبعدين عنا مسلسل عائلة بنص الشارع. طبعا ما عم بيصبح عليكم، بس أنا اللي بتشوفون، فما عم بيصبح عليكم بطريقته. بنروح لعند معن شوي وبنرجع. دخلك ولا هوا شمالي، واللي هوا بقلبك شمالي، ورف الموجو شمالي، وبعدها البنت مزوية بيا يا بيا يا بيا، ولحقة كله على بيا. دخلك ولا هوا شمالي، واللي هوا بقلبي شمالي، رف الموجو شمالي، بعدها البنت مزوية بيا يا بيا يا بيا، ولحق كله على بيا. يكفيها القرض ما شالو، بحبك ما نال مشالو، يكفيها القرض. طبعا المشاركات اول ما بنطلع كمان على جولة الصباح بتبلش تهل المشاركات علينا. في عنا أول مشاركة إجتني فورا بعد ما طلعنا هوا على جولة الصباح، عنا سوسن من حمص عم تقول صباح الخير، أنا آسف بس يا أحلى عمر. فهاني وفانيتا طبعا، وهاني وفانيتا سوسن. هدى عم بتقول طبعا، هدى من إدلب عم تقول صباح الفرج والمحبة، يا رب الفرج قريب يا رب. مالك غراء من ريف إدلب عم بيقول صباح الخير لأحلى أورينت و بخجل بعدين، وإلي ونحن كلنا معك. أنا هاي تعليقا على أولي إنه أنا لحالي اليوم بالاستوديو أكيد، وشكرا شكرا يا مالك. هو من إدلب عم بيقاتل وعم بيحرر ورح يحرر وحما، يا رب يا رب يا مالك قريبا ان شاء الله. وفي عنا كمان مشاركة من رقم اخره 627، بعت لنا ورود او اسمه بكر من حمص، يسعد صباحكم، احلى صباح معكم. شكرا يا بكر، وخليك معنا على السمع ان كان على جولة الصباح او ان كان على راديو اورينت. في عنا مشاركة كتير لطيفة من رقم آخره 199، من بلاد المغترب، يشتاحنا اشتياق عند سماع برنامجكم وأغاني فيروز، ويعبث بنا الحنين لتراب الوطن، أحبكم يونس المربد. طبعا إذا رح ضلني عم بقرأ مشاركات ما بخلص. غادة من حمص، محمد من تركيا، خلوكم معنا على السمع بعدين نقراها ببرنامجنا صح النوم سوريا. أخبارنا لليوم متنوعة جدا. طبعا بدي أقول مبروك لزينر حيم اللي بتفوز بجائزة مراسلون بلا حدود يوم الثلاثة، طبعا هذا الحكي مبروك زينة، ما شاء الله جوائز ورا جوائز ورا جوائز، بتستاهلي زينة رحيم. هلأ في خبر هيك غريب جدا، اللي هو رجل أعمال ينوي بيع منازل بروسيا مطبوعة بالصين. هلأ تفاصيل الخبر، رجل أعمال الصيني الكبير يان تشيجو اللي بيترأس مجموعة زهودا جروب، بينوي أنه أو ارتفعت أسهم الشركة لأنه بينوي بيع منازل مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد لزبائنه في روسيا. اللي متوقع أنه يمول رجل الأعمال هذا إنتاج المنازل، يعني بدهم يمولوه حوالي 40,000 مستثمر من إقليم هيباي في شمال الصين، اشتروا منه سندات مالية مشان هذا المشروع الغريب. يعني العقد حوالي 94 مليار دولار. يعني أنا برأيي أنه هو كتير في نوع من الهدر
بيسموها النقل والشحن والمواصلات. عنده هو طابعة ثلاثية الأبعاد، بدها تطبع، تبلش تطبع المنازل باستخدام الأخشاب، وأخشاب صناعية طبعا وخيزران. فهلأ هذا خبر يعني قمة التكنولوجيا، لأنه بالنهاية الطباعة ثلاثية الأبعاد نحن بنعرفها أنه هي عبارة عن ديسكتوب برينتر، يعني شغلة بتنحط على المكتب، بس أنه توصل لمرحلة أنه تطبع بيوت، والبيوت تنشحن من بلد لبلد، فهذا اختراق تكنولوجي هائل. خبر تاني بيقول طبعا لكل محبين المشي، هذا كتير خبر مهم ومفيد ومشجع، بيقول بعد 15 سنة علماء بيأكدوا أنه المشي بيطيل عمر الإنسان. توصلت دراسات إلى أن المشي له تأثير إيجابي على طول عمر الإنسان، وذلك بعد أبحاث استمرت 15 سنة، يعني مو تبع الخبر اللي بنحكى وبعدين بينتفى بعد يوم ويومين، لا، صاروا 15 سنة ساكتين بالأخير طلع معهم هذا الموضوع أنه أوكي المشي بيطيل العمر. العلماء هن علماء أستراليين درسوا تأثير المشي بطول عمر الإنسان، وتبين أنه زيادة عدد الخطوات اللي بيخطوها الإنسان يقلل من الموت المبكر، يعني تناسب عكسي. الدراسة شملت 3000 شخص عمرهم بين 48 و 52 سنة، ومعهم كل واحد عداد خطوات. هدول الناس معهم عداد خطوات صار لهم 15 سنة عم يمشوا وعم يندرسوا تحت هذا، تحت المجهر يعني. وبينت النتائج، راح أعطيكم إحصائية، 3000 خطوة باليوم بتسمح بتجنب الموت المبكر بنسبة 12%. 3000 خطوة ما لهم كتار أبدا على فكرة، المفروض تمشوا أكتر. بنروح لعنوان ونرجع. لما شفت عشقتها لحتى وما بعرف مدري من وين، كانت جاي ومحلقي وعم تطبخ طرع الميلين. لما شفت عشقتها لحتى وما بعرف مدري من وين، كانت جاي ومحلقي وعم تطبخ طرع الميلين. كان شعرها بلون الشمس، حكيتها حكتني همس، قلت لها اعطيني ايدك قالت لي ممنوع اللمس. كان شعرها بلون الشمس، حكيتها حكتني همس، قلت لها اعطيني ايدك قالت لي ممنوع اللمس. وبزيادة عشتة والحتة وسرقتها. وهيك مستمعينا ومشاهدينا وصلنا لنهاية فقرة الراديو على جولة صباح. شكرا لكم هاني وفانيتا، ومستمعينا خلوكم معنا، راجعينكم بعد شوي. قالت لي جاي من بعيد نضيع الصحة أرميك، قلت لها وين بشوفك قالت لي بكرة بالعيد. قالت لي جاي من بعيد نضيع الصحة أرميك، قلت لها وين بشوفك قالت لي بكرة بالعيد. ونحن أكيد بدنا نشكر عمر، وكمان بدنا نحيي لارا اللي ما كانت موجودة اليوم مع عمر، ونقول لهم أكيد صباح الخير. وبنفس الوقت أكيد بدنا نوجه تحية كتير كبيرة للصحفية زينة الحيم، ونقول لها ألف مبروك على الجائزة، عن جد أنت فخر للصحفية السورية، بترفعي راس كل الصحفيات السوريات على الشيء اللي عم تعمليه. أكيد تحية كتير كبيرة منا لزينة الحيم. طبعا أكيد نحن مع التحيات والمباركات بدنا كمان نحيي زميلتنا نداء، لأنه نداء اليوم عرسها، بنقول لها ألف مبروك كمان على الموضوع. طبعا اليوم أكيد كل مواضيعنا ان شاء الله تكون فرحه، ان شاء الله يعني شاء الله. اخبارنا حتى اللي نسمعها تكون منيحه ان شاء الله، يعني يا رب ما نسمع اخبار سيئه من يوم طالع ان شاء الله. وخلينا نعرف كمان طالع الناس بفقره الابراج هلا، ابقوا معنا مشاهدينا. بداية هاني كالعادة مع برج الحمل، لأن دائما بالقمة بالبداية. مهنيا تطرأ تغييرات، ريح بالك قليلا وحاول أن تتحاشى المجهود غير المبرر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة. وعاطفيا قرارات غير مبررة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيرا.
كثير. انا كنت بدي اعلق بس ما بطلت اعلق. هلا سكتت. ابدا. ننتقل لبرج الثورة. مهنيا تستفيد من فائض اموالك في استثمارات كبيرة وتتريث بعض الوقت بغية استثمارها في مشاريع اجتماعية. عاطفيا نسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما. شو وضعك هاني اليوم؟ الجوزاء مهنياً قد تجد نفسك مجبراً على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهم. عاطفياً تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز وذلك طبيعي لأنك صاحب حق. يعني نص نص الجوزاء. نص نص, نص ماشي حاله. روح السرطان مهنياً تنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع وتستثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص. عاطفياً الخلافة مع الشريك يجب أن لا يدوم طويلاً فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف. الأسد مهنياً لا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها. عاطفياً الفترة المقبلة تتطلب منك استجمع أفكارك للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً على الصعيد العاطفي. العذراء مهنياً تزداد محبة الزملاء لك يوماً بعد يوم والفضل في ذلك معالجتك الأمور بصدق وشفافية. عاطفياً طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقاً فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر. الميزان مهنياً تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً على نحو حاسم. عاطفياً جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة. العقرب مهنياً يرافقك الحظ على الصعد كافة وتتزود أفكار جديدة وقناعات من نوع آخر وقد تعرف نجاحا مهما. عاطفيا إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر تناقش قضية تخصكما فكن مترويا إذا تعرضت لبعض المضايقات. برج القوس مهنياً لا تفرض على نفسك التزامات أكبر من طاقاتك فهذا قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة. عاطفياً استمع إلى توجيهات الشريك فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيداً ولن يفرط فيها مهما كانت الظروف. بنتا من نروح على برج الجدي. مهنياً مشكلة عالقة تنعكس سلباً على تحسن وضعك مادياً ومعنوياً لكن ذلك يزول تدريجياً لتصل إلى الهدف المنشود. عاطفياً من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة. أما برج الدلو مهنياً تنكب على أعمالك واثقاً بالحظ والدعم وتناقش شؤوناً مهنية حساسة تخرج في نهايتها رافعاً راية النصر. أما عاطفياً يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك تشعر برغبة قوية لبناء المستقبل حافل لكن ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططك إلا أنها لن تدوم طويلاً. وبننهي فقرة الأبراج مع برج الحوت. مهنياً يمنحك هذا اليوم راحة فكرية وذهنية صافية
فحاول أن تستفيد من الوضع لكن لا تكن متسرعا في قراراتك الحاسمة. عاطفيا تتلقى بعض الملاحظات من الشريك وهذا قد يخلق عندك نوعا من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر. مشاهدينا ناخذ فاصل ونرجع نكمل معكم باقي الفقرات. ولست هناك ولست هنا. قدم فنانان سوريان في مقتبل العمر معرضا للفن التشكيلي في مدينة إربد الأردنية. نعم هاني، وحمل هذا المعرض محاكاة للواقع ما بين الأمل والمعاناة في 36 لوحة حملت بين ألوانها وخطوطها وأحلامها ومعاناتها. نتابع المزيد مع الزميلة رانيا حمور. لوحة فنية رسمت بقلم رصاص رسام سوري تحمل بين تجاعيدها قصص وحكايات مر بها السوريين، لوحة من بين لوحات كثر عكست مشاعر فنانين شابين اختلطت ما بين الأمل والمعاناة. هو كان المعرض بيحمل اسم نبض الحياة، كل لوحة بتحكي عن شغلة معينة بالحياة، في منه عن معاناة السوري بأي دولة لجوء، وفي شغلات عن الواقع والإحساس وهيك كل شيء عن الحياة. أنا جيت مثل هون معاناة الشعب السوري، وباللوحات كمان في إنه عن الحنان والتفاؤل اللي رح نضل متابعين فيه. معرض للفن التشكيلي نظمه مركز إيضاح للدراسات والأبحاث في غرفة تجارة إربد تحت عنوان نبض الحياة لدعم الفنانين السوريين. يهدف هذا المعرض بإعطاء فرصة وفسحة من الأمل للفنانين السوريين بالتعبير من خلال لوحاتهم الجميلة والأنيقة كما شاهدتم ولاحظتم عن مأساة الشعب السوري والواقع المعاش الآن في سوريا الحبيبة، بحيث عبرت هذه اللوحات من خلال تصاميم معينة عن أحداث سورية تجري الآن. لوحات عبرت عن الواقع السوري حازت على إعجاب الزائرين وتركت أثرها عليهم. هذا المعرض هو معرض يعني بجوز من أكثر المعارض التي شاهدتها وأدخلت السرور إلى نفسي، ولا سيما أننا نرى إبداعات شباب سوريين على أرض أردنية. اشتمل المعرض على 36 لوحة فنية وتشكيلية بالفحم والرصاص ورسم على الزجاج والمرايا. رانيا حمور لبرنامج جولة الصباح إربد. لنحكي أكثر عن هالمعرض بيسعدنا نستضيف مثنى الحاج علي فنان تشكيلي وجلنار الحريري فنانة تشكيلية. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا. صباح النور، كيفكن؟ الحمد لله تمام. بدنا نبلش معك جلنار، بما انك يعني عم شفنا لوحاتك وشفنا في لك اكثر من طريقه واسلوب بالرسم، انت امتى بلشتي بالرسم وهل الموهبه كانت عندك من زمان؟ انا بلشت بالرسم في الصف السادس، كانت لي اول تجربه رسم على الزجاج، شاركت باحد التجارب، كانت مسابقات على مستوى محافظه درعا في هو اللي اسمه رواد الرسم، تم الحمد لله بنجاح، نجحت على مستوى محافظه درعا. بعدها وقفت الرسم وانتقلت لما اجيت لهون على الاردن، كملت مشواري بالرسم من احد تشجيع معلماتي في المدرسه، كان اول تجربه لي بنقش الحنه، كان هي اول تجربه برسم فيها. بعدها شجعتني المعلمه على قيام بانشاء صفحه على الفيسبوك وعرض رسوماتي عليها، والحمد لله انشات صفحه وكان بلشت مشواري في الرسم، وتم بعون الله قيام معرض نبض الحياة وشاركت فيه بـ20 لوحة.
حلو كثير، حلو كثير اكيد. مسنة كمان نفس الشيء، كيف كانت بدايتك كمان نفس الشيء بخصوص الرسم؟ اول شيء انا بلشت ارسم من العمر صغير، يعني من العمر 6 سنوات ارسم على اي شيء بشوفه قدامي. شافوا اهلي عندي الموهبه هاي فحبوا ينموا لي اياها من ادوات، من تشجيع الاهل. يعني بدل ما ترسم لهم على الحيطان اعطوك ورق. هو كان ضروري يرسم على الحيطان؟ اكيد. وين كنت ترسم؟ طيب ارسم على ورق وكل شيء يعني قدامي. هو قام بقول كل شيء قدامه، معناته في بالموضوع حيطان. في شيء بالموضوع حيطان. لا بس كان بس هو كمان رسم على الحيطان، حيطان يعني الشوارع وكذا بطريقه حلوه، يعتبر فن كمان جميل يعني. ايه هو فن، بس انا حاب احترف البورتري وهلا ان شاء الله في طريق. ان شاء الله ان شاء الله. جنار، بما انه يعني عملتوا معرض مشترك انت ومثنى، من وين اجت فكره هالمعرض؟ كنت ادرس في احد المراكز، انا السنه هي توجيهي. توفيق. امين يا رب. كان في استاذ اسمه اسماعيل المصري، لما شاف لوحاتي ورسوماتي حب انه يعمل لي هذا المعرض. والحمد لله جاب لي كل شيء وبلشت انا بالرسم بالرسومات. بعد ما انهيتهم اتفقنا على تحديد يوم للعرض اللوحات، وكان معي مشاركه من الفنان تشكيلي مثنى الحاج علي. الحمد لله تم العرض اللوحات وكان معرض ناجح. الحمد لله. يعني مثنى، ممكن نروح شوي على التخصص، انت كيف اللوحات اللي ممكن بدك تشتغلي عليها؟ شو عم بتفكري بنفس الوقت؟ يعني شو نوع الفن اللي انت بدك تقدميه؟ تجريبي، تجريدي، شو الممكن؟ انا حابه اكون متشكله للجميع، يعني حابه احترف الرسم على الزجاج نوع جديد باستخدام الوان الزيت والتوليب، وحابه كمان اكون منوعه على لوحات عاديه يعني مشكله لجميع الرسومات. طب ننتقل لمثنى، يعني كيف حسيت ردود الفعل على المعرض من السوريين؟ لا نجاح كبير مثل ما انتم توقعتوا؟ لا الحمد لله كان في نجاح كبير، من مو بس من سوريين، كمان من الشعب الأردني. نحن كنا عم نوصل رسالة إنه نحن السوريين، نحن برات سوريا ونحن راح نفرجيهم، نحن أطفال وأبناء وشباب، كلنا راح نرفع اسم سوريا. اكيد حلو. والحمد لله كان ردود الفعل كانت يعني مثل ما توقعتوا، مثل ما كنتوا حابين، انه لقيتوا دعم موجود. اكيد. المواضيع اللي عم تطرحوها بلوحاتكم، يعني نحن شفنا هلا شوي بالتقرير، نحكي اكثر للمشاهدين شو طبيعه الموضوعات اللي حابين تطرحوها عفوا للمشاهدين. هل هي كمان لها علاقه بما يحدث اليوم بسوريا او بمعاناه السوريين؟ نعم، نحن من خلال لوحاتنا حبينا نوصل رسالة للعالم كله، إنه في اللوحات بعضها كان فيها أمل وتفاؤل، وفي بعضها مثلنا المعاناة السورية. والحمد لله يعني أنا من خلال المعرض وصلت الفكرة للجميع، إنه نحن كشباب الوطن العربي رح نوصل رسالة للكل من خلال لوحاتنا. ومثنى؟ نفس الشيء، نفس ما حكيت جينار. وبس يعني احنا عن طريق الرسم كمان بنرسم شيء داخلنا، مو بس يعني كمان معاناه. في ناس نحسن نشكرهم من طريق الرسم، مثل انجلينا جولي. انا رسمتها، شفتها انا على صفحتك على الفيسبوك. رسمتك لانجلينا رسمتها جولي. لانه هي كثير ساعدت السوريين، تبنت سوريين، مو بس سوريين كمان من الصومال ومن كل الدول يعني. طبعا اكيد. طب يعني بدنا نحكي هلا عن انت شعورك وقت ما كنت عم ترسمي اللوحه. اي لوحه رسمتيها اكيد كل لوحه في لها تعبير معين، لها روح بيختلف عن لوحه ثانيه. لقيتي انه انت هالامل وهالشعور اتجاه سوريا عم بتعبري عنه بكل لوحتك بطريقه مختلفه او لا؟ الحمد لله حسيت بشعور رائع انه راح امثل بلدي بهي اللوحات. كنت فخوره جدا انه راح اوصل هي الرساله بكل لوحه اللي رسمتها، يعني بتفاؤل وامل اللي كان عندي. الحمد لله. بخصوص يعني اكيد انت عم بتتابعوا هلا اليوم الرسم السوري او شو عم بيصير، يعني كيف عم بتلاقوا يعني بمقتبل العمر انتوا هالرضيانين؟ بتحسوا انه الفنانين السوريين التشكيليين فعلا قدروا يوصلوا الرسالة السورية عن طريق الرسم التشكيلي او عن طريق اللوحة؟ طبعا نحن مبسوطين بنجاحنا ومنجاح غيرنا. نحن السوريين كلنا ايد واحدة، وحلو الرسم كله من اكثر من ناحية.
كله عم بيوصل ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا بتلاقوا يعني بإربد او بعمان انه في يعني في كمان شباب وصبايا سوريين رسامين لهم على الفن وبحبوا يعبروا عن مشاعرهم اتجاه بلدهم. هل لقيتوا انه في طريقه ممكن انتم تساعدوا هالشباب حتى يعملوا اي معرض مشترك او تعملوا انتم حتى معهم معرض مشترك؟ نعم، من خلال المعرض التقيت بفريق كامل سوريين طبعا رسامين رح يعملوا معرض على مستوى إربد، وإن شاء الله ما شاء الله عليهم يعني ناجحين هم مبينين، فحبوا أن يشاركوني أنا بأشارك معهم، بس لكن ظروف الدراسة ما بتسمح لي. أنت حسيتي يعني أنه ممكن أنت الدراسة الرسم يأثر شوي على دراستك ويعطلك؟ طبعاً، بما أنه أنا توجيهي يعني رسمت خلال هاي الفترة أدرس وأرسم، حسيت أنه رح يكون في تأثير. المعرض صار بإربد يمكن يوم واحد أو يومين؟ ليومين. في نية يعني بيصير بمدن أخرى؟ يعني هلا إربد فيها سوريين وفيها مجتمع سوري منيح، وبنفس الوقت أكيد أنتم متوجهين للمجتمع الأردني. رح تنتقلوا لعمان للمفرق؟ أنا من فترة من حوالي شهر عملت معرض بعمان في مركز جدال مع فريق بالك تزبط، هو فريق أردني وشاركت فيه ودعوني عليه، وأكيد مثل الفنانة جيلينار رح نتابع مع بعض لحتى نفرجي كل مدن عمان حاليا. طيب كثير منيح أنت التقيته بالصدفة بهذا المعرض ولا بالصدفة يعني؟ بالصدفة. أكيد. طب جلنار، يعني أنت كنت عم تحكي عن دراستك، كنت عم تشكي أنه ممكن يأثر على دراستك بالفترة اللي أنت اشتغلتي فيها هاللوحات، وكنت برضو توجيهي، كيف قدرتي توفقي بهاي الفترة؟ بتعتقدي أنه ممكن لقدام أنه تقدري توفقي شوي أو بتستني لتخلصي توجيهي حتى؟ هو يعني المعرض هاد كان ناجح وحكولي أنه رح يساعدني بالدراسة، يعني أنه بيعطوني علامات على هذا الإشي. لما كنت أرسم كنت أروح من المركز اللي كنت أدرس فيه، بعد ما أدرس وأخلص أبلش بلوحة، يعني في لوحات كنت أخلصها بيوم واحد، فكنت أرسم هاي اللوحة مثلا وأكملها بيوم تاني مع شوية دراسة. يعني الحمد لله كنت متوافقة مع الجهتين. يعني كيف احجام اللوحات اللي اشتغلتيها كلها؟ في احجام كبيره، شفنا احنا احجام شوي صغيره. في احجام كبيره كانت لوحات، وفي احجام صغيره مثل الرسم على الزجاج كانت لوحات يعني منيحه كبيره، وفي لوحات كمان صغيره كانوا مثل ما العرض. طيب سؤال لكم انتوا الاثنين، شو اكثر لوحه وانتوا عم ترسموها تاثرتوا مثلا، او كمان شو في عندكم لوحات بتعني لكم كثير؟ يعني انت مثلا عندك لوحه كتير بتعني لك، دائما الفنان او اي حدا بيرسم بكون عنده هذا الشيء. نفس الوقت لمسنة، انا كانت في عندي رسمه اللي هي الرسمه، احكي لنا عنها. يعني الرسمه كانت زجاجه وداخلها انسان عايش في بحر، هي اللوحه فكرتها عميقه جدا لدرجه انه يعني الانسان قادر على يعيش داخل واحه مغلقه، انه الزجاجه كانت مكسوره ضمن الظروف عايش حياة ببساطة وكل شيء يعني موجود حواليه، لكن أنه ضمن الظروف القاسية التي يمر بها عايش ضمن واحة مغلقة مكونها بكل ظروف. حلو التعبير عن هاللوحة. كان في لوحة هي أنا أكثر من مشكلة حكيت، بس في كان في واحدة عن تحكي عن الوفاء والترابط بين الحيوان وصاحب الحيوان، لأنه أحيانا بيكون الحيوان أقرب إلنا من البشر، وكانت هي الدليل الحزن موجود مشترك بيناتهم، موجوده الرسمه يعني انه الحزن بيناتهم. مزبوط، حلو كثير التعبير طبعا عن هالموضوع. يعني احنا عم نشوفه يعني للاسف كمان. في اخر طيب بس شو الالوان بس عزران بهنت الالوان اللي بتعتمدوها، شو اكثر الالوان بتحبوها؟ الالوان الزيتيه رصاص انا وفحم رصاص. طب بس اخر سؤال، بعتوا شيء من اللوحات بهالمعرض ولا؟ الحمد لله تم. الحمد لله. طيب يلا ان شاء الله بالتوفيق للاستاذ ان شاء الله. بدنا نشكر مسنى الحاج علي وكمان جلنار الحريري، بنشكركم وجودكم معنا ونتمنى لكم نهار سعيد. انا بس بدي اشكر اهلي ماما وبابا واهلي اللي وقفوا معنا وصرنا لهون ووصلنا. اكيد نحن بنشكرها كمان كل من شارك بالمعارض اللي عملتها. انا كمان بدي اشكر اهلي وابي لانه هن اللي وصلوني لهي المرحله اللي
كمان الأستاذ إسماعيل المصري والدكتور مفلح الجراح، لأنه هن اللي قاموا بهذا التكاليف كلياتها. بدي أشكرهم من كل قلبي لأنه هن اللي وصلوني لهي النقطة. نحن أكيد نتشكرهم كمان على هالدعم، ومنقول لهم يعطيهم ألف عافية أنه عرفونا على شخصيات مثلكم وعلى دعمهم لكم. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا. فاصل صغير وبنرجع مكملين معكم برنامج جولة الصحة، جولة الصباح مع جولة الصحافة. أثرنا بموضوع المشاكل اللي صارت بسوريا بشكل عام والأحداث. شوف كرم الدب الحطيط لما ثبت كلاب انطموا ان ما تدفع الف ايد. كنت اطمح اني اقدر اوصل رسالتي باي طريقه معينه. لحظة عراب المبتدا مش مرفوع، صرنا بخبر كان الشعب كله موجود. الجامعه تركت المدرسه، تركت كل شيء واجيت لهون، انه الحياه اللي كانت بسوريا يعني انتهت خلصت. طاط لسوريا طبعا بسبب الظروف اللي عم تعدي على البلد. سوريا؟ I don't know. لا، دمشق. I love Syria. مشاهدينا هلأ رح ننتقل لجولة من الصحافة العربية، وفي الصحافة العربية مع زميلنا محمد جزار. صباح الخير محمد. صباح الخير. صباح الخير محمد. صباح الخير. تمام. أكيد باريس لهلأ هي المتصدرة الصحف والعناوين. إيه بالتأكيد. خاصة امبارح كمان كان في عملية وصار في ساندوني. العمليات الأمنية أكيد مستمرة في باريس. هذا يمكن من أبرز الأخبار اللي تم تداوله بالصحافة العربية هذا اليوم. يلا أوكي أكيد. شكرا. تفضل محمد معنا. صباح الخير مشاهدينا. راح نبلش من أبرز عناوين صحيفة العرب. هجمات باريس تسلط الضوء على خطر داعش في ليبيا. موسكو تضع خطر الإرهاب شماعة لاستمرار دعمها العسكري للأسد. أمل القبيسي تفتح أفقا قيادية أمام المرأة العربية برئاسة البرلمان الإماراتي. فرنسا عملية أمنية لتعقب مهندس هجمات باريس الإرهابية. مقتل عنصرين من الأمن في حادث إطلاق نار في القطيف. المقاومة الشعبية تسيطر على آخر معاقل الحوثيين جنوب اليمن. واشنطن تكثف ضرباتها الجوية لاستنزاف التمويل النفطي لداعش. جبهة النصرة تعلن إسقاط طائرتي استطلاع روسيتين في ريف إدلب. غارات فرنسية وروسية تستهدف معقل الجهاديين شمال سوريا.
في صحيفة النهار يستغرب الكاتب راجح الخوري من استمرار رقص الدول الكبرى فوق قبور السوريين ويقول: من نصدق باراك أوباما المخاتل عندما يقول إنه حصل تقدم متواضع في سوريا، أم نصدق وزير خارجيته جون كيري الواهم الذي لم يتردد بالحديث عن عملية انتقال سياسي كبير في غضون أسابيع بين النظام والمعارضة، وذلك إثر التسوية الدولية التي تم التوصل إليها في ختام مفاوضات فيينا؟ قياسا بالوقائع الواضحة ليس علينا أن نصدق شيئا من هذه الترهات. يتحدث كيري عن عقد اجتماع بين النظام والمعارضة قبل نهاية الشهر المقبل، ويتحدث عن الحاجة إلى وقف لإطلاق النار. أم علينا أن نصدق أوهام فلاديمير بوتين الذي بدأ حربه ضد المعارضة دعما لبشار الأسد قبل 49 يوما تحديدا؟ هل يمكن الحديث عن حل أو عن عملية انتقال سياسي عندما يحاول بوتين مثلا توظيف دماء الفرنسيين بدعوته فرانسوا أولاند إلى إعادة النظر في موقف فرنسا المعروف من ضرورة الرحيل الفوري للأسد بالقول إن هذا الموقف لم يحمي باريس من الاعتداء الإرهابي؟ لكأن موقف بوتين المتمسك بوقاء الأسد حمى الطائرة الروسية من التفجير الإرهابي. ومن صحيفة الشرق الأوسط: داعش يستنفر العالم ضده وساندوني الباريسية ساحة حرب. حاملة الطائرات الفرنسية تبحر إلى المتوسط. الرباط دلت باريس على وجود أباعود في فرنسا. خوجة لا صفقات على حساب المعارضة ولا تراجع عن جنيف واحد. الجيش اللبناني يوقف 20 سوريا. 100 لاجئ سوري يصلون إلى غلاسكو وإجراءات لضمان اندماجهم. احتدام القتال في تعز وفرار للميليشيات من الجبهات. الداخلية الألمانية: هجمات باريس لن تكون الأخيرة. مقتل وزير إعلام داعش في هيت، والأنبار تطالب بغداد بزيادة تسليحها. في صحيفة الرأي يشير الكاتب أحمد حسن الجوبي إلى الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس بعد استقبالها آلاف اللاجئين السوريين في الوقت الذي أغلقت فيه الدول العربية أبوابها أمامهم. نتابع. ما حدث في باريس ليل الجمعة يشبه فعلة النمر الأطرم بعد 1000 محاضرة في الغرب تتحدث عن التسامح وقرب الشرق من الغرب، وبعد استقبال مئات آلاف اللاجئين السوريين في الوقت الذي أغلقت فيه بلاد العرب الأبواب في وجوههم، وبعد محاولات كثيرة لتبييض الصورة العربية، يأتي نمر الإرهاب الأطرم ويأكل كل غزلان السلام والمحبة والتحضر التي كانت تجمع بين الخصوم والأصدقاء. كم سنحتاج من سنوات حتى نمحو ما حدث في ساعة؟ كم سنحتاج من سنوات حتى نقنعهم بأننا ضحايا مثلهم؟ كم سنحتاج من السنوات حتى يشعروا بأن اللباس العربي للمرأة المسلمة ليس إرهاباً؟ ولغتنا العربية المليئة بالحب والكرم والحياء أوسع بكثير من بيان لداعش، وأن أسماء أولادنا علي ومحمد وعبد الرحمن ليست مشروعات إرهابيين على شريط الأخبار. كم سنحتاج من سنوات حتى نقنعهم أن سلاحنا الكلمة الحسنة وليست الحزام الناسف؟ كم سنحتاج من السنوات حتى نقنعهم بأننا أمة لنا حضارة وفينا من الأطباء والمخترعين والرياضيين والفنانين والناس البسطاء الذين لا يحلمون إلا بالسلام وكف يد الشرور والغرب عنا؟ كم سنحتاج من سنوات حتى نثبت أن كلمة عرب ليست رديفة لكلمة رعب على الإطلاق؟ ننتقل مباشرة لصحيفة الحياة. مطاردة باريسية لقائد الفرقة الأجنبية في داعش. قلق وتوتر في الرقة وتعتيم إلكتروني. لا تغيير في موقف فرنسا من الأسد. انتهاء شهر العسل بين مكونات فجر ليبيا. ولد الشيخ يدعو الحوثيين إلى لقائه في مسقط. حكومة ليبيا تخشى تحولها ملجأ لداعش. ضبط خلية إرهابية في تونس خلال حملة دهم ليلا. المرصد السوري الإعلان قريبا عن وقف لإطلاق النار قرب دمشق. إسرائيل: النظام السوري استخدم 90% من صواريخه الباليستية ضد المعارضة.
وهلأ منشوف معكم مختارات من رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهاية جولة الصحافة، رح ارجع هلا مباشرة لهاني وفنيتا حتى يكملوا فقرات البرنامج. شكرا لك زميلنا محمد جزار، وبننتقل هلا فورا لاستوديوهات راديو اورينت لموجز لاخر الاخبار. الاخبار من راديو اورينت على راس الساعة، ونشرات تفصيلية متتالية. العاشرة بتوقيت دمشق، موجز الأخبار من راديو أورينت، اقرأه عليكم هادي أحمد. جيش الإسلام ينفي موافقته على هدنة وقف إطلاق النار مع قوات النظام برعاية روسية، ويقول إن الأمر موضع نقاش حتى الآن. مقتل 5 عناصر من قوات النظام وتدمير آلية عسكرية في معارك عنيفة بين ثوار وقوات النظام في منطقة المرج بالغوطة الشرقية. حكومة نظام الأسد تعمم بتوجيه من وزارة الدفاع بيانا على الجهات والمؤسسات تطلب فيه قوائم تتضمن أسماء العاملين الذكور لدى الوزارات والعاملين في القطاع الحكومي الذين هم في سن التكليف الإلزامي والاحتياطي. وكالة أنباء فارس الإيرانية تعلن أن ضابطا برتبة ملازم ثان من قوات الحرس الثوري يدعى بهزات سيفي لقي مصرعه في سوريا أمس خلال أداء مهمة استشارية. استشهاد 10 أشخاص معظمهم أطفال ونساء في غارات شنتها مقاتلة العدوان الروسي على بلدة المحسن في دير الزور. جيش الفتح في الجنوب يعلن عن مهلة جديدة لعناصر اللواء شهداء اليرموك التابع لتنظيم الدولة في ريف درعا لتسليم أنفسهم، وذلك مقابل العفو عنهم دون تحقيقات. مساعد وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لولا دعم إيران لنظام الأسد وجهود مستشاريها العسكريين لكان الأسد سقط خلال السنوات 3 الأولى من الأزمة. وفي الختام يمكنكم الآن الاستماع إلى راديو أورينت في العاصمة دمشق عبر التردد 96.5، وأيضا في الحسكة والقامشلي على التردد 95.8. إلى اللقاء.